السلام عليكم، معكم رشيدة من قناة كويزين رشيدة الغزواني أولا كويزين رشيدة تي في. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو واحد طاجين ولا طبق ديال الدجاج بالخضرة طيب في الفرن، كيجي من أروع ما يكون، كيجي لذيذ بزاف وغزال. عوضا ما طيبوه فوق النار فوق البوطة الكوكوت ولا في الطنجره ولا هذا، كديروه في البلا وكتطيبو في الفران، كيجي زوين بزاف وكيجي الوجه ديالو محمر. انا اقترحت اليوم نخضرو بالبطاطا، وانتوما يمكن لكم ديروا اي خضره اللي بغيتو، المهم طاجين ديال الدجاج بالخضره طايب في الفران. وكنشكر كاع المشاهدين والمتتبعين ديالي اللي دائما كيشجعوني وكتدعموني، ودائما نتوما التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم هما اللي كيجعلوني واخا نغبر على لاشين وما نحطش نظرا لظروف، كنولي عاود بالفضل ديالكم كنولي عاود نتشجع وعاود نولي نصور ونحط لي فيديو باش تعم الفائده للجميع. وداكشي اللي كتب الله لي عندي انا كنحطو، وان شاء الله باقي الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. نمشيو نشوفو المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الطبق، راه ساهل البنات متناول الجميع. بالنسبه انا عندي واحد الدجاجه ديال كيلو ونص غادي نطيبها، قطعتها عاديه كما كنقطعوها باش غادي نطيبوها، حيت لا الصدر ديالها الصدر عاود كنحتاجو في وصفات وحدين اخرين. عندي واحد البصله مشلضه، وعندي نص كيلو د البطاطا، واحد الفلفله حمراء والحار، الفلفله حلوه حمراء والحار اللي بغاه، واحد ربيطه د القزبر والمعدنوس، شويه د مطيشات ديال الحك، شويه د الابزار، شويه د الملحه، شويه سكينجبير، شويه د الخرقوم، شويه ديال الثومه، واحد الراس ونص ديال الثومه ما منقيش غير محيدلو داك الجلفه ديالو، وزيت الزيتون، وكاس ونص ديال الماء اللي غادي نحتاج. غادي ناخذ واحد الجبانه ندير فيها شويه الابزار، وندير شويه سكينجبير، شويه ديال الخرقوم البلدي، معلقه معمرش نص معلقه نقولوا كبيره ديال مطيشه ديال الحك، والملحه على حسب الذوق. كنخلط هاد العطريه كنخلطها بشويه ديال الماء في الاول، ومن بعد كنزيد داك الكاس كامل ديال الماء كنزيدو. كيجي الدجاج عاقد في هاد الوصفه هذه اللي قلت لكم في الفران، كيجي الدجاج مجموع وكيجي الدجاج عاقد ملي كيطيب في المرقه، ما كيبقاش هكاك مرخي وفيه الريحه مزفار ولا شي حاجه، لا كيجي ناشف على ود الفران ملي كنخليوه يطيب عريان في الاخر كينشف كاع داك الشحمه وداكشي اللي فيه كلشي كيذوب بالعافيه، ما كتبقاش كيجي زوين صراحه كيجي لذيذ. كناخذ البصله هي الاولى كنفرشها في البلا، ومن بعد كناخذ الدجاج وكنرقدو في داك الشرموله. نتوما مادا بكم ديروا هاد العمليه هاد الشرموله هادي وديروا فيها الدجاج وتخليوه يبقى مرقد واحد الساعه ولا ساعتين، شحال ما خليتوه مرقد فهاد العطريه اللي خلطنا دابا كل ما مزيان صافي. وكنحط الدجاج فوق داك البصله، المريقه ديالو كتجي مداغمره وكتجي واقفه ولذيذه بنينه صراحه. صافي غنبقى على هاد الشكل حتى غنكمل الدجاج اللي عندي كامل،
بالنسبه للصدر انا قلت لكم ما درتوش، هذاك كنحضر به اطباق وحدين اخرين، اما كنديروا بروشيت ولا كنديروا مع سباغيتي ولا كندير به طويجان، هذاك كنحيدو دائما، كنحيدو داك الصدر كنطيبو بوحدو، ما كنديروش مع الا الا في حالة ما كنت غندير الدجاجة كاملة صحيحة، ما الا كان الدجاج بحال هكا مقطع كنحيد داك الصدر صافي. تصدق البطاطا اللي عندي ولا خيزو ولا اللوبيا خضريه ولا اللي بغيتو، المهم خضره، اي نوع الخضره اللي كتحبو، حتى هو كندوزو في داك العطريه وكنستفو على الوجه ديال الدجاج من الفوق. الطريقه هذه غتعجبكم البنات، حيت اغلبيه الناس ما كيبغيوش الدجاج طايب بالمرقه هكاك، والخضره ما كيجيهمش بنين صافي. داك المرقه اللي بقات لي، داك لاصوص اللي بقات لي كنخويها من الفوق، كنزيد الثومه كنحيد لها غير داك الجلفه ديالها الغليظه وكنخليها هكاك ثم باش كتحيد لنا داك الزفوريه ديال الدجاج. ثم اصلا راهي مهمه بالنسبه للمواد اللي فيها صحيه بزاف. كناخذ الفلفله حتى هي حلوه وكنقطعها فوق داك الدجاج والطاطا والثومه، كنقطعها كنزين بها وكنسم بها البلا ديالي ولا الطاجين اللي بغيتوها تسميوه. صافي وكنزيد له شويه ديال الزيت، تقريبا واحد الكاس ديال العنبه مع مرش ديال الزيت ولا كاس صغير ديال اتاي ديال الزيت زيتون، وكنغطيه بالفوق، كندير له القزبر المعدنوس، شويه القزبر المعدنوس كنحط داك الربط عليه من الفوق، تطلق النسمه ديال داك مذاق زعما ديال الربيع كيتطلق كتطلق في هذا الطبق، وكنزيدوه شويه د الماء، قلت لكم كاس ونص كنزيدو شويه د الماء، وكنغطيه بالبابي الومنيوم وكندخلو الفران على 200 درجه كيطيب نص ساعه. صدقوني هاد الطبق راه لذيذ بزاف وزوين وصحي، بالنسبه للطياب ديالو راه صحي، بالنسبه للثومه اللي فيه والبصله وهذا راه الفوائد ديالو مهمه للجسم. صافي دابا غندخلوه يطيب بعد نص ساعه ورجع لعندكم ان شاء الله تشوفوا عاود. صافي دازت نص ساعه، غادي نحيد له بابي الومنيوم ثم نشوفوه كي جا تقريبا راه طاب، باقي شويه دجاج غنخليه يزيد عريان، يزيد يتقلى شويه ويزيد ينشف ويتحمر من الفوق، داك الربيع غادي نحيدو باش راه غيتحرق، وغادي نخليه عريان والفران شاعل من الفوق ومن التحت، وغادي ندخلو واحد 20 دقيقة حتى كيتقلى وكيتحمر، داك البطاطا كتحمر وداك الفلفلة، المهم كيجي المنظر ديالو كيشهي غزال. هانتوما شوفو بعد دازت 20 دقيقة حنا جبدناه، المنظر ديالو جميل بزاف، المريقه ها هي فين هي مدغمره وثقيله، ما بقى لنا دابا الا نقدموه وناكلوه، حتى نتوما توجدوه في الدار وتاكلوه بالصحه والراحه، وغادي يعجبكم بزاف، راه لذيذ 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 بزاف، كيجي واقف خضره كتجي واقفه، اللحم كيجي واقف،
ما نقول لكمش على اللذة اللي فيه. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتاكلوه بصحة وراحة وتشكروني عليه. خليولي اللايك واشتراك وتعليق. بصحة وراحة.